ministru, salam aleikum. Собрались 7 часов утра, не спали до утра, собираемся поехать на Арафат. Вот наша группа, 50 человек, ждем автобуса, едем в Арафат, автобус задерживается. اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي فاغفر لي فاغفر لنا جميعا يا رب العالمين، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إن هذه الدعوات عليك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. اللهم يا رب العالمين، اللهم يا رب العالمين، ندعوك في يوم عرفة، يا من قلت ادعوني أستجب لكم. يا الله يا حي يا قيوم، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، يا مغيث أغثنا يا الله. اللهم أغث إخواننا في كل مكان يا رب العالمين، أغثهم في غزة وثبت رميهم يا رب العالمين، سدد رميهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا إذا بلغت القلوب الحناجر يا رب العالمين. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه يا رب العالمين، اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا بابا إلى الجنة يا رب العالمين. اللهم لا نملك إلا الدعاء، فاستجب بفضلك دعاءنا. اللهم يا رب اغفر لنا الذنوب واستر منا العيوب. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يدم عرفة. Вот наш брат угощает сухофруктами. Как раз таки мы очень голодны, да, бисмилля, брат? Джазакова гарин. Сухофрукты самые, оно сейчас. Приезжаем на территорию Арафата. Скоро еще вас прибудем. Все, мы приехали в долину Арафа. Наша основная цель. Thank you.
сейчас направляемся в местность под названием Музалифа. Туда 9 километров. Пойдем своим ходом. Заканчивается граница Арафы. И мы идем уже по своему направлению дальше. Около 8 километров нам осталось до нужной для нас местности дойти. Бейк ин аль-хамда ва я мата ягаль мулк ля шарик ля аллахумма раббик.